أكيد أي زول فيكم عايز يكون زول ناجح، ده شيء طبيعي جدا. والنجاح سمة من سمات التفكير الإيجابي. لكن خلونا نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا وبدائي، ناجح يعني شنو؟ متين نقول للزول إنه هو إنسان ناجح؟ هل النجاح ده مربوط بمهنة معينة؟ هل شهادة معينة إذا أنا جبتها معناها أنا زول ناجح؟ هل النجاح ببساطة قيمة نسبية ولا مطلقة؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده أحكي لكم قصة طريفة شوية. في امتحان الشهادة الثانوية زمان، يمكن الدخول لجامعة الخرطوم كان صعب جدا، والزمن ذاك هو الأطلق عليها جميلة مستحيلة زي ما بنسمع. امتحنت الشهادة وكان طموحي أخش كلية الهندسة، وفعلا جبت مجموع قياسي بمقاييس الزمن ذاك. يوم طلعت النتيجة كنت مبسوط، طالع الشارع زي الطاووس وحايم عشان الناس يسألوني النتيجة كيف. ومشيت دخلت دكان جنبنا، حقيقة ما كنت عايز اشتري حاجة، لكن عايز اخش عشان في ناس يقوموا يسألوني. وسيد الدكان قام سألني زي ما انا متوقع، يعني جبت عملت شنو؟ قلت له دخلت كلية الهندسة. أجابني إجابة عجيبة جدا. أول حاجة عايل لي كده بإشفاق وقال لي يا سلام يا أخ، معليش لو اجتهدت شوية كده كان دخلت كلية الطب. فطبعا الإجابة كانت محبطة جدا وما عرفت أقول ليش نو، لكن كانت دي بداية إنه تفكر في إنه قيمة النجاح هي قيمة نسبية. في اللحظة اللي أنت شايف نفسك أنت أنجح زول، في زول شايفك والله يعني أنت ما ناجح كما ينبغي. الحاجة دي بترجعنا للسؤال اللي عايزين نقوله، النجاح هل مربوط بمهنة؟ للأسف الشديد إحنا على مدى من الزمان اتربينا من ما دخل التعليم السودان العالي طبعا من لدن كلية كيتشنر الطبية وكلية غردون على هذه الثنائية. الزول الشاطر هو اللي بيخش كلية الطب أو كلية الهندسة، والزول الناجح بالتالي هو اللي بيكون شغال مهندس أو طبيب. وهذه الثنائية العجيبة اتلقيناها جيل عن جيل. وكمان الناجح شديد هو الزول اللي بيجيب بكالوريوس، بيمشي بيعمل بعد ذاك ماجستير، بيعمل دكتوراه، خلاص دي قمة النجاح. تحولت الشهادات إلى غاية وليست وسيلة. بعد مسيرة التعليم العالي في السودان لأكثر من 100 عام، الآن أصبح عندنا جيوش من حملة الدراسات العليا بين قوسين عطالة. في نفس الوقت مع هذه الشهادات الضخمة، بلدنا الآن فقيرة ومجدبة من المبتكرين، من المخترعين، من الصنايعين الشطار، من العمال المهرة. لو الواحد عنده دبلومة بدل ما يمشي عشان يجود مهنته عايز يصعد لبكالوريوس، واللي عنده بكالوريوس بيقاتل عشان يعمل ماجستير، واللي عنده ماجستير هدفه الدكتوراه، ومشينا في حلقة مفرغة لا نهائية. كده نشوف في ناس كسروا هذه القاعدة. بتعرفوا الناس ديل؟ جورجيو أرماني ومايكل ديل. الاسمين ديل يتحولوا هم ذاتهم إلى علامة تجارية كل العالم بيعرفها. أرماني طبعاً صاحب دار الأزياء الشهيرة، مايكل ديل صاحب مصانع ديل لأجهزة الكمبيوترز. الشخصين ديل، أرماني خلى كلية الطب من سنة ثالثة عشان احترف الهواية اللي بيحبها اللي هي تصميم الأزياء. لو كان عندنا في السودان كنا قلنا زول ده جنة، في زول يخلي الطب عشان يقبل ترزي. بالمقابل مايكل ديل خلى كلية الهندسة جامعة تكساس في سنة ثانية لأنه ما كان عنده زمن يقعد يتلقى التعليم التقليدي، بينما كان في ذهنه في كم هائل من المنجزات مستعجل إنه يعملها فخلى الجامعة.
كده تخيلوا عليكم الله لو الاثنين ديل واحد كمل الطب والثاني كمل الهندسه، كنت سمعتوا بهم؟ اكيد لا. طبعا ممكن واحد يقول لا يا اخي الكلام بتاعك ده كلام نظري، ده الناس قاعدين في اوروبا في امريكا حيث انه الفرص مفتوحه والناس دي ما عندها العقد بتاعت الشهادات اللي عندنا. خلونا طيب الكلام ده سليم، خلونا نمشي لواقع مشابه نشوف الزول ده. أنانت كومار هندي من أسرة فقيرة، أبوه كان كاتب في البوسطة وما كان عنده القروش اللي بيوديه المدرسة. كان بيقعد بالمسا بيعمل فطاير وبيبيعها وبلقط القروش عشان الصباح يكون عنده حاجة يمشي بيها. ومع هذا الفقر المدقع كان عبقري، وهو في الثانوي العالي نشرت له مجلة اسمها Mathematical Spectrum من جامعة كامبريدج بحوث محكمة في علم الرياضيات. ولما امتحن شهادة جاب مجموع ضخم جدا وتلقى منحة دراسية من جامعة كامبريدج. النتيجة كانت شنو؟ المنحة انتهت مواعيدها وغلبوا التحق بجامعة كامبريدج لأنه ببساطة غلبوا يلم حق التذكرة. اوكي؟ طيب أنانت كومار عمل شنو؟ هل جنى؟ هل جاء اكتئاب؟ هل انتحر؟ أبدا. اتقفل الباب ده لكنه فتح أبواب ثانية. الباب الثاني كان شنو؟ هنا العنصر الإيجابي. قال إنه أنا حأوهب باقي حياتي لكل أذكياء الهند عشان ما في واحد تمر به هذه اللحظة من العجز. عمل شنو؟ لقط قريشات من الفطائر بتاعته وأسس له مدرسة. نلاحظ متواضعة جدا، أجر بخمسين روبيز اللي هي حوالي $30 من شغل الفطائر، وخلاها مسائية ودخل فيها الطموحين الفقراء عشان يتعلموا بالمسا ولقطوا أرزاقهم بالصباح. المسألة ما كانت مسألة عاطفية لكن كانت مربوطة بخطة من عقل واعي. الخطة كانت شنو؟ قال إنه في الهند في جامعة عريقة يمكن كلنا بنسمع بها اسمها Indian Institute of Technology. هذه الجامعة جامعة حكومية، بمعنى إنه لو الشخص دخل الجامعة حياكل مجانا، حيسكن مجانا، وحيتخرج من جامعة معروفة بتتيح له عمل في أي مؤسسة مرموقة. إذن قال ده هدفي، أخلي الناس الشطار ديل يكسروا حلقة الفقر بأنهم يخشوا Indian Institute of Technology. ممكن واحد يقول طيب ما كان يعمل كده هو؟ هنا ده الفرق بين الشخص اللي بيتكلم عن الخلاص الفردي وبقول 200 نتخارج من البلد دي، وزول تاني كان بيتكلم عن الخلاص ليه ولباقي الناس. فما فكر لنفسه لكن فكر في باقي الناس. واستمرت المسيرة من 1993 لحد 2003. في 2003 جوه طلبة قالوا له يا أخي إحنا عايزين نخش لكن القروش اللي بتدفع علينا اللي هي كلها زي 20 روبيز كثيرة علينا، إحنا ما عندنا حتى سكن. قال له هما ببساطة بنقول عليهم أولاد الشوارع، ما عندهم سكن. الفكرة تطورت لأنه يفتح فصل سماه سوبر سيرتي. كان بيجيب الناس بيعمل لهم اختبارات عشان يتأكد أنهم فعلا أذكياء، وبيجيب 30 شخص في السنة بيسكنهم بأكلهم بيشربهم بيلبسهم بيعمل لهم أي حاجة وبيشتغل معاهم عشان يدخلوا Indian Institute of Technology. ده بالإضافة للفصل الثاني الأصل هو شغال، لكن كان بيشيل من القروش اللي بيجيبها من الفصل ده وبيدفعها لهؤلاء الأشخاص. بس كان عنده شرط بسيط، أي واحد من الثلاثين ديل إذا نجح ودخل Indian Institute of Technology وتخرج منها يفتح فصل ثاني زي الفصل اللي عمله هو. وانتشرت الفكرة، وكان ما بيقبل عطف من شخص، ما في donations. انطلقت الفكرة في الهند زي النار في الهشيم، وتحول إلى أيقونة للنجاح في الهند، وتسابقت القنوات الفضائية عشان توثق لهذه التجربة. الجزيرة الوثائقية عملت له برنامج، قناة ديسكفري، البي بي سي، بل في العام الماضي في احتفال الذكرى السنوية
للمدرسة بتاعته، باراك أوباما رسل مبعوث خاص حضر الاحتفال تقديراً لأنانت كومار. نرجع نعيد السؤال، تتخيلوا كومار لو كان دخل جامعة كامبريدج كان قدم للهند اللي قدمه الآن؟ إذن نرجع، هل النجاح مربوط بمهنة معينة؟ أبى مهندس، أبى طبيب؟ دي نماذج حقيقية بتعكس لنا الإجابة. على المستوى الشخصي، دخلت كلية الهندسة بعد الإحباط العمل اللي بتاع الدكان، واتخرجت تخصصت في هندسة الطاقة الكهربائية، وكنت عايز أمشي في القطر المخطوط لنا بكالوريوس ماجستير دكتورة. وفعلا خلصت الماجستير، وقبل ما أبتدي الدكتورة فصل المشرف للصالح العام، وفجأة بدون سابق انذار انقطعت المسيرة. حاولت أستجمع قواي، والزمن داك ما في إنترنت عشان ترسل لجامعات خارج السودان، الخطاب بيمشي في شهرين وبيجي في شهرين، وعلى بال ما تمشي شوية بتكون فاتت سنة، إلى أن لقيت قبول من نورث كارولينا. وقبل ما أمشي أيضا حصلت ظروف قاهرة على مستوى العائلة منعتني من إني أسافر، بل دمرت في الوقت ذاك حلم إني أطلع من السودان. اتقفل الباب، ما كان في طريقة إنه أواصل في هذا الحلم، لكن كنت على قناعة إنه أي باب بيتقفل ربنا بيفتح أبواب تانية. التفكير الإيجابي في إنك تبحث عن الأبواب التانية. الباب التاني كان ببساطة إني بدلت المسار المهني بالكامل، تركت الحلم اللي أنا كنت بحلم به وبحثت عن عالم جديد، وهو كان عالم البرمجيات وتقنية المعلومات. وكانت رحلة صعبة جدا من التعليم الذاتي، وأفتكر بعد فترة حققت فيها نجاحات على الصعيد المهني والأكاديمي والاجتماعي. كيف؟ على الصعيد المهني شاركت في عدد من المشروعات، يمكن حتى على المستوى القومي، المقاصة الإلكترونية غير المشروعات بتسمع بها، والآن بحمد الله أصبحت مدير عام لشركة لتطوير النظم. على المستوى الأكاديمي صحيح كنت مفروض أكون في هندسة الطاقة، لكن الآن أنا محاضر في جامعة الخرطوم بدرس هندسة برمجيات. على الصعيد الاجتماعي أفتكر النجاح اللي تحقق كمان أكبر من ده كله، ويكفي إنه هندسة البرمجيات كانت سبب في إنه التقيت بزوجتي اللي هي الآن موجودة معاكم. على مدى 20 سنة من النجاح والفشل والصعود والهبوط والإحباط والفرح، خلت الواحد وحتى تغيير المهنة بقى عنده نظرة مختلفة للعالم للإنسان، وأدت شوية بعد فلسفي للأشياء، انتهت بأنه طرقت مجال جديد هو مجال الرواية. وزي ما قال الأخ أنور، فزت السنة اللي فاتت بجائزة الطيب صالح، وقبل 5 يوم نشر الكتاب اللي قدامكم ده. اللي عايز أقوله إنه يا أخواننا، مسيرة الحياة ما لازم تمشي زي ما أنت كنت بتتمنى، بتقابلك عقبات، ياما في أبواب بتتقفل. التفكير الإيجابي في إنه يتقفل باب تفتش على الأبواب الثانية. الحياة أكثر من إنك تضيعها تبكي قدام الباب المقفول. وأيضا الحياة أقيم من إننا نقضيها بنحاكي في نماذج ناس تانين. أي إنسان زي البصمة حقته، عنده خصائصه. تابع نفسك، تابع أحلامك، حقق الحاجة اللي أنت عايزها، ما الحاجة اللي عايزينها لك الناس. إذا تقفل باب أفتح باب تاني، باري طموحك أنت، أبني من حطام الواقع اللي قدامك صرح جديد للمستقبل، خيط من أسمال الواقع التعبان بتاعك ثوب لمستقبلك، وما تستسلم. وبختم بأنه أصنع من فسيخ الواقع شربات نجاحك. شكرا جزيلا.